بالنسبه للناس اللي كيشيشوا في رمضان كنقول لهم نعلو الشيطان، هذاك راه رمضان كيتحسب شهر العباده والانسان خصو يتجنب هذا الشيء. حتى لو كنتي كديري في الايام العاديه الانسان يحاول باش ما امكن انه يتجنب هذا الظاهره اللي كنشوفوا حاليا، وهي من الاحسن الواحد يبعد على اي حاجه يعني اللي غادي تخلي انه هذاك الشهر ما غاديش يقدر يجمع قدر ممكن من الاعمال والحسنات. المهم انا ضد هذه الفكره نهائيا، وضد البنات اللي كيشيشوا، الدراري اللي كيشيشوا، واللي كيشيش الله يعفو عليه. هذا ما كاين مبليين بالشيشه الله يعفو عليهم، يقدروا يكونوا مبليين وما يقدروش يستغناو على هذاك الشيء ويديروا محاوله في رمضان المغفره، يقدروا يستعجبوا منه ويتقطعوا من هذا الشيشه والله يعفو على الجميع. الصراحه اللي كيشيشوا في رمضان راه غير مقبول لا البنات ولا الدراري، وخاص يعني بالنسبه للبنات يعني كيبقى داك احترام يعني ولو خارج رمضان ما خصهمش يشيشوا، يعني كتاثر يعني لا على الصحه ولا على الدين ولا على كل شيء. البنات اللي تيديروا الشيشه في رمضان انا ننصحوهم غير صحيا، الله يرضي عليهم يقلعوا من داك الشيء ما عندهم ما يديروا به، ولكن على العموم الا كتب الله يزوميو ما يعيقوش بزاف. بالنسبه للشيشه اخويا هي في رمضان ولا من غير رمضان مضره للصحه بزاف، كتهلك التنفس وكدير ضيق التنفس وكتخلي الانسان الصحه ديالو ديما نازله، وعاد في رمضان اللي كثر، لان في رمضان كيقي الانسان صايم في الجسم ديالو غيستافد شي حاجه مزيانه، فاذا بهم الشباب والشابات كيمشيو يتجهوا للشيشه اللي هي الدمار ديال الصحه ديالهم. واصلا هذا شهر ديال الرحمات وفيه انزل القران وفيه يعني انسان فيه خصو يتوجه الله عز وجل ويتوب من هذه الشيشه، يبعد منها ما امكن. هذا هو اللي كاين اخوتي. ايوا شنقول لك اخويا، بالنسبه للشيشه المقاهي راه مقاهي غريبه، خصها قهوه الشيشه خصها هي فهمتي، هي خصها تحاول يتجنب بنادم. وبعد ودابا حاليا في هذا العصر ديالنا تنشوفوا المقاهي الشيشه تعمروا غير القاصرات والدراري الصغار، الشباب الدراري الصغار هم اللي تيحاولوا يتجنبوا. ولهذا بهذا المنبر تنداء الاباء هما يراقبوا ولادهم، ونتمنى من الله الاباء يدي ولادهم معهم المساجد والدولة دير خدمتها.